أكتر من مرة جالي السؤال ده على فترات متباعدة وعلى أشكال مختلفة. عب لطيف، إزاي إحنا نقدر نطلع نفس جودة الصوت اللي أنت بتطلعها في فيديوهاتك؟ الصراحة بعيدا عن السؤال ده، الصراحة عجبني يعني إن فعلا جودة الصوت اللي أنا بطلعها بتعجبكم، وده شيء الصراحة يعني يشرفني بشكل عام يعني. بس عموما هتقولك بإذن الله، أو هقولك بإذن الله في الفيديو ده، إن أنت إزاي تقدر تطلع نفس جودة الصوت اللي أنا بطلعها في فيديوهاتي. بس طبعا مش هيكون بنسبة 100%، لأن الموضوع يعني مش هكبر لك الموضوع، إنما الواحد بيحتاج تدريب شوية للصوت. يعني أنا عن نفسي مع الوقت كده كنت بشوف بعض الدروس لتدريب الصوت على أساس إن أنا أقدر أحسن من نبرة الصوت عندي، بجانب برضو إن أنا أقدر أتحكم في النفس وإخراج الجمل. بعض الدروس البسيطة جدا على اليوتيوب لأي حد بيتكلم في النقاط دي، هتجيب ورقة وقلم وتكتب فيها النقاط اللي أنت محتاج تتدرب عليها. بعد كده نيجي بقى للخطوة التانية، وإحنا نختار الميكروفون اللي إحنا هنستخدمه على أساس إن إحنا نقدر نطلع أو نستغل جودة الصوت اللي بتطلع منك دي ويطلعه بشكل حقيقي. والميكروفون اللي هتكلم عنه النهارده هو ميكروفون انا بستخدمه بقالي فتره وعملت له ريفيو فعلا قبل كده، وبرده البرامج اللي انا هقول لك عليها اللي انا بستخدمها والمكان بشكل عام اللي انت هتهيئه، وكل اللي هكلمك عنه النهارده. بس كل اللي محتاجه منك ان انت تروح تجيب لك كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، وتعمل اشتراك في القناه طبعا، وتفعل الجرس، ومهم بقى يا شباب الشير. يعني انتوا عارفين بقى لان فعلا انا عارف ان في ناس عاجبها المحتوى اللي انا بنزله بس محدش بيعمل شير، فبادر انت بالشير اول حاجه. يعني اعمل شير للمحتوى اللي فعلا بيفيدك ده، لاني بعيدا عن ان هو هيفيدك ويفيد غيرك بيفيدني انا كمان. فالشير بقى شباب، ونروح للشرح. اول حاجه خليني اتكلم عنها، انا مش احسن صوت ممكن تسمعه على اليوتيوب، او مش احسن صوت ممكن ان انت ترتاح معاه. يعني انا صوتي مش الحاجه الواو، بل انا لو هقيم نفسي هدي لنفسي 1 من 10. في ناس افضل مني في التعليق الصوتي مليون مره، انا صوتي مش مميز، بس انا دي نقطه اقدر ان انا اتحكم فيها، زي ما انت تقدر ان انت تتحكم فيها وتتعلم وتحسن من صوتك على اساس ان انت ما تخليش اللي قدامك يزهق. انا قلت لك انا مش احسن واحد، انا بقيم نفسي 1 من 10، يعني اقل قدر ممكن، بس انا بتدرب وبتعلم على اساس ان انا اقدر احسن من الالقاء في الفيديوهات، وانتم شفتوا تحسن ملحوظ في الفيديوهات اللي فاتت من ناحيه الصوت وخلاف. دي اول نقطه. فكل اللي عليك ان انت تقعد على اليوتيوب وتبحث وتتعلم ان انت ازاي تقدر ان انت فعلا تحسن من صوتك، تحسن من ان انت تخرج الكلمات، تحسن من ان انت يعني تتحكم في النفس في الصوت، لان دي النقاط كلها تعرفها لما انت تيجي تبحث عن التعليق الصوتي او تعلم التعليق الصوتي. مش مطلوب منك ان انت تعمل زي قنوات اللي هي زي ناشونال جيوغرافيك او الحاجات دي كلها، ان انت تقعد تطخن في صوتك وتسحب بقى وبتاع وايه وتطلع والكلام ده كله، لا مش مطلوب الكلام ده خالص. الحاجه المهمه اللي انت هتتعلمها ان النفس الواحد هتقدر تنظمه عند اخراج الكلمات. دي الحاجه الوحيده اللي انا اتعلمتها وفادتني بشكل كبير جدا، وحسستني شويه بان انا فعلا اقدر اطلع حاجه كويسه. انا بتعلم اكتر، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل زي صوت قنوات ناشونال جيوغرافيك او هل تعلم الكلام ده كله، بس في النهايه هتقدر ان انت تعرف القواعد، ولو انت اتدربت عليها ده هيساعدك بشكل كبير جدا. ده احنا اتكلمنا على اول حاجه وهو تحسين الصوت. نيجي بقى على الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه يا سيدي برضو اللي هي اكيد تعتبر جزء لا يتجزأ من الليله دي كلها، وهو الميكروفون. الميكروفونات دي بص فيها اشكال والوان، انا مش عايز ادخلك في الموجه دي، وانا اتكلمت قبل كده عن افضل ميكروفونات اليوتيوب، وده يعتبر لا شيء اللي انا اتكلمت فيه عن بحر الميكروفونات اللي موجود في السوق، فانا مش عايز اشتتك، بس هقترح عليك حاجه واحده يا سيدي وانت تشتريها وصدقني هتفيدك بشكل كبير، واتكلمت عنها قبل كده، وهو ميكروفون زوم H1N. طب مش معنى الميكروفون ده بالتحديد عبد اللطيف، لان اولا الميكروفون اللي انت بتسمعني منه ده دلوقتي هو الزوم H1N، اللي هو الاخ ده اللي انا طالع وبكلمك منه، وانت شايف جوده الصوت عامل ازاي، تمام؟ فالميكروفون هو العامل الاهم، والميكروفون ده بالتحديد هو مميز شويه، لان هو بيقدر ان هو يطلع لك صوتك او نبره صوتك الحقيقي، مع التعديل تقدر ان انت تعدل عليه براحتك، او تقدر ان انت تضيف بعض المؤثرات وبتاع تخلي صوتك حرفيا ممتاز. الجميل بقى في الميكروفون ده كمان ان هو بيطلع صوت خام، يعني بعيدا عن ان هو يكون واقعي بشكل كبير جدا، وكمان بيطلع اقل التفاصيل في صوتك، كمان هو بيطلع صوت خام او ويف زي ما احنا بنقول، فعلى اساس ان انت تقدر تعدل عليه بكل اريحيه وتكبر وتضخم فيه زي ما انت عايز، فدي نقطه مهمه جدا. فعشان كده بقول لك ان انت هات الميكروفون ده، واسيب لك لينك شراء بتاعه تحت في الوصف على شركه امازون او من موقع امازون، بجانب برده لو انت حابب تشوف ليه ريفيو كامل هسيب لك برده لينك الريفيو بتاعه او المراجعه بتاعته تحت في اللينك اللي موجود في الوصف. فدي نقطه مهمه جدا، اختيار الميكروفون هو 50% من اللي انت تقدر تطلع جوده الصوت الممتاز. لو انت عايز حاجه تلقط من بعيد، انت اذا انت محتاج نوع من انواع الميكروفونات الشوت جان، فدي للاسف
للأسف غالية وسعرها ممكن يتجاوز حوالي 300-400 دولار لو انت مثلا عايز حاجة زي اللي مثلا يحيى رضوان او غيره من الناس دي. فادي عضلات يا راجل جاب الميكروفون ده برضو يعني. فعموما الناس اللي بتقدر تستخدم الميكروفون صح هم اللي بيقدروا يطلعوا جودة صوت ممتازة. يعني الميكروفون ده سعره 100 دولار وعندي ميكروفونات تانية اغلى منه وزي ما انت شايف جودة الصوت عاملة ازاي. اذا مهم جدا ان انت تختار الميكروفون والنت كمان تعرف مميزاته وتقدر تستغله صح وتطلع الصوت اللي انت عايزه منه. بعد ما اتكلمنا عن التدريب الصوتي والميكروفون نيجي بقى نتكلم على الحاجة التانية وهو المكان، لان مش اي حاجة تقدر ان انت تسجل فيها وقشطة كده هيطلع صوت ممتاز. زي بالظبط الناس اللي بتجيب كاميرا وبيقول لك انا هصور في اي مكان والصورة تطلع واو. لا يا راجل مش كده خالص. مفروض ان انت تهيئ المكان اللي انت هتصور فيه او هتسجل فيه على اساس ان انت تقدر تطلع جودة الصوت اللي انت عايزها. كمثال انا واحد هنا يعني عندي الأوضة صغيرة حاطط هنا عندي او يعني ظبطت شوية في الأوضة على اساس ان انا اقدر اقلل الايكو شوية. في بعض الحاجات اللي انت تقدر تشتريها زي الاسفنجة اللي بتمتص الضوضاء او بتمتص الايكو او الصدى. دي تقدر تشتريها من على سوق، تقدر تشتريها من على مش يعني انا هسيب لك صورتها وانت ابحث عنها لان الصراحة انا مش عارف اسمها بالعربي ايه. سفنجة ممتصة لصدى الصوت او حاجة شبه كده تقريبا. عموما انت شوف، انا هسيب لك صورتها وانت شوف. لو انت عايز تشتريها من بره برضو هسيب لك اللينكات بتاعتها تحت لو انت حبيت يعني. تمام. لو انت ما حبيتش هتلاقي ليها اسعار في مصر. لو انت معكش فلوس تشتري الحاجات دي، الستاير والعفش بيقلل صوت الصوت بشكل كبير جدا. فعموما انت تختار المكان الكويس اللي انت هتسجل فيه، واهم حاجه يكون الميكروفون قريب منك. دي للاسف ناس كتير جدا بتقع فيها ويخلي لك الميكروفون بعيد عنه حوالي متر، متر ونص ولا مترين كمان او اكتر. لا 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 ده غلط. المفروض المهم او المفروض اهم حاجه عشان الميكروفون يطلع جودته الصح ويطلع جوده صوت ممتازه انك فعلا تخلي الميكروفون قريب منك زي ما انا مخليه قريب مني. يعني انا بيني وبين الميكروفون تقريبا يعني مسافه القلم ده، شايف انت حجم القلم ده، مسافه القلم ده هو ما بين بقي وما بين الميكروفون. اذا لازم تخلي الميكروفون قريب منك جدا على اساس ان انت تقدر تطلع افضل جوده ممكن. حتى لو الميكروفون ده ايه يعني ميكروفون بمليون دولار، دايما الميكروفونات بتحب الصوت او الصوت بيكون قريب منها لانها مش يعني هي يعني انت مش هتشغل نفسك ان هو ياخد ضوضاء اكتر من الناس، لا بل صوتك هيكون واضح اكتر في الميكروفون. لان لو هو اتكلم من بعيد هيعمل تدخلات من اصوات تانية جاي من بره او ممكن يجيب لك ايكو، بس انا بتكلم من قريب مفيش اي ايكو خالص. فاذا مهم جدا ان انت تخلي الميكروفون اي ميكروفون هتستخدمه قريب من بقك حتى ميكروفونات المشبك. نيجي بقى على النقطة الأخيرة وهو تظبيط الصوت على البرامج، لأن الصوت اللي بيطلع من الميكروفون ده مش حقيقي. يعني أنا لو قارنت لك صوت الحقيقي بصوت الميكروفون هتتصدم، لأن الصوت الحقيقي بيبقى خام أو ويف خام جدا. فأنت محتاج إن أنت بقى تظبط على الصوت بتاعك وتضيف عليه شوية عمق في الصوت، تأثيرات كده على أساس تقدر تطلعه بالشكل اللي أنت عايزه. وده بالفعل اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده في فيديو الميكروفون مش كل حاجة، فمهم جدا إن أنت تشوف الفيديو ده. هسيب لك اللينك بتاعه تحت برضو في الوصف، لان فعلا الفيديو ده لو رجعت له هتفهم حاجات كتير جدا عن الميكروفون. يعني انا اتكلمت عن الصوتيات بشكل كبير قوي في القناه دي، بجانب برضو التصوير، بجانب برضو اليوتيوب بشكل عام والاساسيات. باذن الله في الفيديو الجاي هتكلم على السيت اب عشان برضو ناس كتير جدا طلبتني عنه، مواصفات جهازي، الجهاز اللي هو اللاب، الكاميرا، الميكروفون، الحاجات دي كلها طلبت ناس، في ناس كتير قوي طلبت مني السيت اب اللي انا اتكلم عنه. فقولوا لي تحت في التعليقات هل فعلا عايزين ان انا اتكلم عن المواصفات بتاعه جهازي، المعدات اللي انا بستخدمها في التصوير والكلام ده كله. الموضوع ده مهم جدا، هشوف كم واحد فعلا عايز الفيديو ده وهنزله بشكل مخصوص ليكم. فكل اللي محتاجه منك بقى ان انت تقول لي تحت في التعليقات انزل الفيديو الجاي ده بتاع السيت اب ولا لا. بجانب برضه ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، بجانب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتقول لي رايك في الفيديو، بجانب برضه ما تنساش بقى ان انت يعني شير بقى. انت احنا اتكلمنا بقى في الشير، يعني شير يعني بعيدا عن ان هو بيدعمني برضه يعني هتفيد نفسك وقت في غيرك وهتفيدنا انا كمان برضو في الشير، لان فعلا الشير بيدعمني بشكل كبير. يعني ادعم المحتوى التافه لو المحتوى الهادف لو مره في حياتك تافه. انا مش تافه يا جدعان والله، هو بس الكلمه طلعت كده. عموما ده كان فيديو النهارده، شكرا جدا ليكم واتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم باذن الله الفيديو الجاي. مع السلامه.